نتحدث عما يسمى الاقتصاد التضامني بدرجة أولى. الاقتصاد التضامني نوعا ما هو رافعة من روافع الخاصة بالتمكين الاقتصادي للنساء، بالتالي الفيدرالية وطنيا اعتمادها على هذا التوجه الخاص بالاقتصاد التضامني مرتبط بدرجة أولى بأولوية التشبيك. كاين هذا المعرض اللي ارتأينا أننا نعرضوا فيه على تعاونيات وجمعيات شركة اللي كتشتغل على تمكين النساء اقتصادية بشكل أو بآخر، لهذا درنا ذاك الندوة واش فعلا النساء كيلقاو فضاءات فين يسوقوا المنتوج ديالهم، واش الناس كيعرفوا بأن المنتوج النسائي راه كاين وكيساهموا في أنهم يشريوا هذه المنتوجات. هاد التعاونية اللي درنا فيها كنعلموا فيها العيالات بدات في 2015، والحمد لله قدموا لنا الدعم، قدموا لنا أي حاجة احنا كنطلبوها كيأديوها لينا بأحسن وجه، الحمد لله اللهم لك الحمد. دايرين العيالات كيتعلموا الحرفة الصناعة التقليدية، وكاين الدعم النفسي، كاين التوعية والتحسيس. ما كانش عندنا كاع غرض في الجمعية، ما كانش عندنا واحد الهاجس باش نديرو جمعية، ولكن مجرد ما كان عندنا الحماس ديال النضال على الأراضي السلالية وبالمشاركة مع النساء ديال الفيدرالية الرابطة الديمقراطية كونا جمعية، ومن بعد ديك الجمعية ولات عندنا علاقات مع الناس. استثناء حيت شفنا بزاف بنات كيقراو وخرجوا من المدرسة وما عندهم حتى حاجة، وكاين بعض النساء اللي يقدوا شي وخدموا عندهم مثلا ولادهم باقا صغار كيستغلوا الفرصة كيجيو عندنا كيتعلموا في نفس الوقت كيخدموا معنا وكي شويه كدخلوا شويه ديال المصروف. بالنسبه للنساء احنا ارتكزنا على الجانب الاقتصادي للنساء، لان عرفنا هو الركيزه ديال التنميه ديال المراه القرويه، وبها فاش يمكن تمشي بعيد سواء في القرارات المنزليه او الخارجيه او حتى الوصول الى مناصب القرار. رهانها الأساسي هو تمكين النساء اقتصاديا، لأنه سينعكس على المستويات الثلاث في مؤشر التنمية، لا فيما يخص ما يسمى المستوى الثقافي أو التعليم، ولا فيما يخص المستوى الصحي، ولا فيما يخص مستوى الدخل. وبالتالي رهان اليوم أو رهان بلادنا الحبيب يعني مرتبط بدرجة أولى من الرفع من ولوج النساء لتمكينها الاقتصادي، والرفع دائما من ما يسمى الامتياز الإيجابي كما أشرت لتحقيق هذا التمكين. احنا تعاوني كنشتغلوا على زيت أرغان، إنتاج زيت الأرغان التسويق ديالو، وكذلك على تربية النحل وإنتاج العسل. تعاوني تأسست أواخر 2006، بدينا بمجموعة ديال 22 امرأة في واحد الدور، واحد اللي هو دور تيغاني من أيت عباس. من بعد دابا حنا الحمد لله 105 ديال النساء، وكنشتغلوا على 4 ديال الدواوير. التعاونية فتحت لنا أبواب كثيرة، يعني بعد ما كنا أرغان اللي كنستعملوا غير الأكل ولا إعطاؤه كهدية للزوار اللي كيجوا للدوار، دابا الحمد لله بدينا كنبيعوه وحتى كنصدروه. أسسنا التعاونية انتصار نساء منتجات، ودابا إن شاء الله حنا خدامين كنطوروا فيها. كنصغبوا الزيوت والأعشاب، وعندنا كسكسو بالأنواع في الأعشاب، وعندنا كسكسو بالزراع والسميدة وجميع الأنواع ديال الطعام. عندنا بزاف أنواع وأعمال يدوية وصناعة تقليدية، الزربية وقفطان، بزاف عندنا منتوجات.
عندنا النساء بزاف حيت عندنا منطقه قرويه كيجيو لها النساء بزاف عندهم فين يمشيو وكيجيو تما كنعاونوهم وكيخدموا معانا كيستافدوا كتعلموا كيستافدوا بزاف حوايج كنعلموا البنات صنعاء وخدينا شواهد كثيرة اللي باش يتباع في أسواق خارجية وأسواق عالمية. خدينا الاي جي بي، عندنا لونسا، عندنا البيو ماروكان، البيو انترناسيونال، عندنا حاطين الدوسي ديالنا في وزارة الصحة، والآن كنشتغلوا كذلك على تربية النحل اللي كنوجدوه باش هو كناخذوا عنده ناخذوا السلامة الصحية على العسل. درنا دي ميلونج انتخ زيت أرغان وزيت النباتية اللي هي حتى هي كنعصروها محليا. تسويق المنتوج التعاوني او الخاص بالتعاونيات النسائية خصو اولا باش يمكن يتسوق يحصل على ما يسمى شهادة السلامة الصحية، وهنا كتجي ضرورة تأطير التعاونيات في الحصول على الشهادة وبالتالي تداول هذا المنتوج وطنيا وفي مختلف الأسواق باش يمكن رفعه مما يسمى. صحيح هو منتوج تعاوني ولكن هو منتوج محلي، يعني ضمن منتوجات الرستاق أو البخودوي تيغواغ اللي كتاخذ حقها في الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد الأخضر، بالتالي رفعه من مرتبة المنتوج المحلي موازاة مع المنتوج الدولي في صفوف الأسواق الكبرى. يعني هذه الشهادة كتعطينا هذه الإمكانية، وهذا هو التوجه الخاص بشبكة نساء متضامنات، لأن الحصول هي شهادة ولكن الحصول عليها هو تأهيل للانفتاح أكثر في التسويق على مختلف لي غون سيرفاس، يعني المساحات الكبرى للتسويق بدون ذكر الاسماء. حاليا دابا بدينا كنشتغلوا على المنتجات ديالنا، هو اصلا عندنا حنا الصناعه التقليديه من بينها الطرز الرباطي والقفطان البلدي والطرز الغوزلافي والراندا، يعني هادو هما المنتجات اللي كتشتغل عليهم الجمعيه ديالنا جمعيه المراه والشباب. كاين الفاسي، كاين البلدي، كاين الجلابه، كاين القفطان، كاين التكشيطه، والحمد لله كنتمنوا نزيدوا القدام ويكون عندنا منتوجات كثار ويكون عندنا تسويق ان شاء الله ونتعرفوا بناس اخرين ان شاء الله يا ربي. هذا المنتوج ديالنا فتحنا اسواق كثيره وبفضله خدينا جوائز كثيره، منها احسن تعاونيه في المغرب في 2012، خدينا جائزه ديال الجامعه العربيه في 2014 كأحسن أسرة منتجة، خدينا لو بخي دي فام مارجولين هو بخي انترناسيونال، وخدينا الميدالية الذهبية في منتوج أملو. المعارض اللي كنشارك فيهم ضروري كنديروا التسويق باش كندخلوا شوية باش حنا ثاني نقدروا ثاني نخلصوا هذاك النساء اللي كيتعلموا وكيخدموا معانا باش نخلصوا بزاف حوايج. كيشريو المنتوجات ديالنا حتى طبيعيه، الناس كتدخل على حاجه طبيعيه كتعجبها المنتوجات ديال الزرع وشي ديال الكسكسو كيعجبهم بزاف، والاعشاب الناس كتبغي تجرب شي حاجه جديده. عندنا التجارب ديال التصدير لبلجيكا، عندنا التجارب ديال التصدير لفرنسا، ولكن كتبقى دائما في اطار تسويق البيني المرتبط ما بين الجمعيات فقط التي تعتمد اهميه التمكين الاقتصادي. بالتالي أعود وأنص بالذكر أحد أهم الآليات الخاصة بالتمكين الاقتصادي هي الحصول على شهادة السلامة الصحية، وشكراً.